طيب قد يجي لنا واحد المسألة اللي هي مهمة. لما تقدمنا نحن معتقلي حراك الريف المجيد على مستوى سجن الذل والعار راس الماء بخصوص موقف إسقاط الجنسية وخلع البيعة، لم يكن هذا الموقف موقفا عبثيا، وإنما كان مؤسس إسقاط الجنسية. قولها ودائما أسأل الله قولها، طالما أن الدولة التي لا تصون كرامة المواطن ولا تحفظ حقوقه لا يشرفني أن أحمل جنسيتها. فالجنسية هي مجرد وثائق، قانونيا هي مجرد وثائق تحفظ وتصون حقوق المواطن. أنا الدولة هذه ما صنطليش حقوق ديالي وما صنطليش الكرامة ديالي، لذلك أش غندير في الجنسية؟ أما الوطن فإنني أنتمي إليه رغم حقد الحاقدين وكره المنافقين. هذا الوطن وطني، هذا الوطن وطني. أما خلع البيعة، نحن تعرضنا لأبشع المعاملات، تعذيب، قضية التعذيب أيها الإخوان. تخيلوا معي أنهم لما قاموا بمداهمة المنزل وأشبعوني ضربا وركلا ولسفا وبصقا، أسقطوني على الأرض، خلعوا ملابسي، فأخرجوا بلا ما نقول، بدأوا يتبولون علي على وجهي وعلى جسدي كله، دو كيقولوا عليا وكيقولوا لي قول عاش الملك يا وجقاف، بلا ما نقولها يرددون عاش الملك سقط الفتان. هذا كله أمام مسمعي ومرأة مسؤولين وكذا. هذه كله أمور كما قلت لكم حدثت وهي موثقة بكاميراتهم والاغتصاب. أنا على الأرض، سقط على الأرض المنوط عندي اللور، وهبطوا لي السروال وكيخشيوا لي العصا اللور، وفيه من أخرج قضيبه وكيجي حكوا لي على الوجه وكيجوني من اللور. شي أمور اللي ما خصنيش نقولها. علاش؟ لأنني ما بغيش أنني الناس نمرضها نفسيا، ولكن الأمور هي اللي دفعتني أنني نقول هاد الهضرة هادي. وأمور أخرى خاصة، أمور يعني إلا جيت نتحدث على التعذيب أنا ما غنسكتش.